السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده الحلقه بتاعتنا هي ازاي ممكن احنا كامهات نعمل حفله عيد ميلاد لاولادنا من غير ما نضطر ان احنا نشتري اي حاجه من بره، وازاي ممكن نسهل الموضوع ده على الامهات بحيث ان احنا نعمل بوفيه بس حلويات يكون زي اللي بنجيبه من بره بفلوس كتير جدا جدا، بس هنعمله في البيت باقل التكاليف. الشكل اللي احنا عايزين نعمله النهارده هو الشكل للبنات اللي هي إلسا او فيلم فروزن، اللي هو واخد نجاح عند البنات بطريقه مش طبيعيه. زي ما انتم شايفين هو ده الشكل اللي احنا هنتكلم ازاي ممكن نعمل حاجات تكون بالشكل ده بمنتهى البساطة وبتكاليف قليلة جدا. طبعا هنبتدي الأول مثلا أقول لكم على الصورة. الصورة دي طبعا إحنا بنختار أي صورة من الإنترنت، بس لازم أختار الأوبشن بتاع إن الصورة تكون كبيرة. بعدين بروح عند أي حد من اللي بيصوروا كويس وبيطبعوا كويس وبديهم الصورة، بيطبعوها لي بالمقاس اللي أنا عايزاه، بس لازم تكون الصورة بجودة عالية وتكون كبيرة، حجمها كبير عشان خاطر لما تطبع ما تبكسلش وتديني الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنعمل دلوقتي مثلا مع بعض كب كيك، وهنعمل مع بعض مارشميلو، ونشوف ازاي ممكن نعمل مارشميلو بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين شكله لطيف جدا، وطبعا احنا الثيم عندنا كله على ازرق شويه، لان احنا الشكل بتاع يعني اللون بتاع فيلم فروزن هو الزرق اللي هو بيبقى شويه مدي على التلج. وكمان وانا جايه النهارده لقيت العروسه دي اللي هي الكبيره قوي بتاعت إلسا، فجبتها وحطيناها هنا. هوريكم دلوقتي ازاي ممكن نعمل المارشميلو بالشكل ده. طيب علشان نعمل مارشميلو بالشكل ده عايزين نجيب ستيكس. الحاجات اللي هنستعملها دي كلها موجودة، جايباها من مصر من محلات، يا إما من محلات مستلزمات الحلويات يا إما من صفحات على الإنترنت بيبيعوا الحاجات دي بأسعار كويسة جدا، بدل ما تبعتوا تجيبوها من بره بالإنترنت. فالصفحات دلوقتي موجودة في مصر، ستات شاطرين جدا جدا بيبيعوا الحاجات دي. فدي من الحاجات الأزرق، اللون الأزرق بالشكل ده. هناخد عندنا هناك شوكولاتة بيضة سايحة، فهناخد مارشميلو أبيض المقاس ده، وهنحط فيه أول حاجة هنحطه في الشوكولاتة علشان خاطر يمسك لما أجي أحطه في المارشميلو. طيب دلوقتي إحنا حطينا الستيك في الشوكولاتة البيضة، دلوقتي هدخله في المارشميلو بس عشان خاطر يثبت واضمن ان هو مش هيقع، لان لو حطيته من غير الشوكولاته ممكن يقع مني. هسيبه بس شويه كده لغايه ما الشوكولاته تمسك في المارشميلو اللي عندي، نحطه هنا على ورق الزبده. وخلينا بقى نروح على ما ده يجمد شويه، خلينا نروح نعمل شويه من كريمه الزبده باللون الازرق علشان نعمل كب كيك زي اللي انتوا شايفينه هنا. طيب احنا عشان نعمل المارشميلو عايزين مارشميلو كبير ابيض، عايزين شوكولاته بيضه، وعايزين الوان شوكولاته، او زي يعني يا اما بتلونوا الشوكولاته يا اما بتعملوا بالوان شوكولاته بيضه وبعدين تلونوا الشوكولاته بالدست زي ما هنعمل دلوقتي. احنا يمكن الشوكولاته دي خلاص جمدت، هحط دلوقتي المارشميلو كله في الشوكولاته البيضه اللي عندي لغايه ما يغطيه كله بالشكل ده، وهرفعه وهبتدي اخبط حبه حبه كده على ايدي عشان خاطر انزل الزيادات كلها من على المارشميلو، انزل كل الشوكولاته الزياده. بكره بقى هنعمل للولاد، لان مش معقول هنعمل للبنات ومش هنعمل للولاد. البوفيه اعياد الميلاد بتاع بكره هيكون عن المينيون، هنعمل حاجات مختلفة عن اللي عاملينها النهاردة، وأشكال جديدة وطرق جديدة برضو عشان يبقى عندكم كل أفكار تقدروا تعملوا بيها أعياد ميلاد الولاد والقرايب. خلاص كده تمام،
ومعانا بيتر. اهلا يا بيتر. الو، ازيك يا بيتر؟ الو الو، كويس. عامل ايه؟ انت كلمتنا امبارح صح؟ اه. اهلا وسهلا. ايه رايك في حلقه النهارده؟ كويس. طب الحمد لله انها عجبتك. عندك اي سؤال؟ اه، عايز طريقه برجر اللحمه. برجر اللحمه، حاضر حاضر. طيب برجر اللحمه الصراحه، هو اللحمه لو هنعملها البرجر عايزين نعمله زي ما هو مفروض يتعمل، ما بتحطلوش ملح وفلفل. اي حد بقى اي حاجه زياده، اللي بيحط بصل، اللي بيحط بقسماط، اللي بيحط عيش، بيطلع طعمه حلو جدا، بس بيبقى كفته. يعني هي البرجر ما بيتحطلوش غير ملح وفلفل، وممكن يتحطله شويه صوص باربيكيو، هو ده كل اللي بيتحط للبرجر الاصلي. بعدين بعد كده بيتشوي يا اما في الفرن، يا اما في طاسه، يا اما على الفحم. وبعدين العيش بنحط فيه بقى الحاجات اللي احنا عايزينها، سواء عايزين نحط كاتشب، مايونيز، خس، طماطم، تركي، جبنه، زي ما احنا عايزين بنحط عليه، وبالهنا والشفا. طيب معانا وفاء. اهلا يا وفاء. اه مدام غادة. يا اهلا وسهلا. عاملة ايه؟ انت ايه اخبارك؟ انا بحبك جدا جدا جدا. ربنا يخليكي يا رب. من ساعة سي صفر ما حضرتك طلعتي فيها. يا حبيبة قلبي ربنا يخليكي، تسلمي، شكرا، ده من ذوقك. والله رقيقة وما شاء الله عليك، ربنا يبارك لك. ربنا يخليكي يا رب، شكرا، تسلمي يا حبيبتي، شكرا، ده من ذوقك. شكرا لاتصالك. طيب هستنى انا دلوقتي لغايه ما تجمد المارشميلو، وهوريكم ايه اللي ممكن نعمله بيها لو ما عندناش الوان الشوكولاته. طيب احنا عندنا حاجه من الاثنين، يا اما بنلون الشوكولاته البيضاء باللون، لازم تكون الوان الشوكولاته اللي هي الوان غير الجل بتاع عجينه السكر، ما ينفعش دي نستعمله لده، دي ليها الوان مخصوصه بيبقى فيها نسبه زيت. فيا اما بنلون الشوكولاته البيضاء وبنستعملها، يا اما هنستنى لما الشوكولاته تجمد وهوريكم ايه اللي ممكن نعمله بدل لو ما عندناش الوان الشوكولاته. طيب دلوقتي هناخد كريمه الزبده اللي عندنا، وعايزين نلونها باللون الازرق. ناخد شويه بس، لان مش هنعمل كتير. انا عايزه بس اوريكم الفكره، الصفحات اللي على الانترنت دلوقتي بتاعه بيع الحاجات دي بقت كتير جدا، وبيوفروا بصراحه كل الحاجات اللي احنا عايزينها. يعني مفيش حاجه بنبقى عايزينها بصراحه، يعني بتبقى اغلى سنه من اللي بنلاقي الاسعار على الانترنت، وده متوقع طبعا لانهم بيجيبوا هم من بره وبيتحملوا الشحن وبيتحملوا. فبصراحه انا بحب الصفحات دول، بجيب منهم حاجات كتير، والحاجات دي كلها زي ما قلت لكم من الصفحات اللي على النت. طيب هاخد شويه لون، هاخد لون ازرق خفيف كده واحطه على كريمه الزبده اللي عندي. فين انا حطيتها؟ اهي، هلونها بالدرجه اللي انا عايزاها. ناخد معانا كارين. اهلا يا كارين. بونسوار، ازيك يا مدام غاده؟ يا اهلا وسهلا. ازاي حبيبتي، عامله ايه؟ كله تمام؟ تمام، على كل الحاجات اللي حضرتك بتعمليها. ربنا يخليكي يا رب، ده من ذوقك، تسلمي، شكرا. ميرسي. لو سمحتي انا عندي سؤال، عايزه اعرف طريقه المرسبان، الحاجات دي بتاعت الشوام، عارفه؟ قصدك اللوزينه؟ لا، المرسبان ده عجينه اللوز. انا عارفه. بصي، بعد الهوا يعني الاسبوع ده، للاسف اخر اسبوع معاكم هوا المره دي، هتبتدي حلقات التسجيل. حلقات التسجيل فيها حلقه معمول فيها اللي هي العجينه اللي باللوز، اللي هي بتبقى عباره عن لوز وسكر ناعم، لوز بودره وسكر ناعم وشربات تقيل. بس بتحطي شربات اللوز قد يعني
يعني مثلا لو مستعمله كوبايه لوز بودره هنحط قدامها كوبايه سكر ناعم، وبتحطي شربات تقيل لغايه ما تلاقي العجينه لمت معاكي وبقت عجينه قابله للتشكيل، ساعتها بيبقى انت عندك العجينه اللي بتقدري تشكلي بيها الاشكال. وعملنا اشكال كمان، فشوفي الحلقات وان شاء الله تعجبك الحلقه. طيب هحط كمان ازرق لان ده مش كفايه. تمام كده. كمان حتة. بفضل احط لغاية دايما نبتدي بالقليل بدل ما نبتدي بكتير ويزيد مننا تبقى مشكلة، فبنبتدي بقليل وبنزود لغاية ما نوصل للون اللي احنا عايزينه. اهلا يا منى. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. انا من اشد المعجبين بحضرتك والله جدا وبالحاجات اللي بتقدميها. ربنا يخليكي، ده من ذوقك. كلمت حضرتك من يومين. اهلا وسهلا بيكي، شكرا انك جربت والله كل حاجاتك طلعت الحمد لله، يعني حاجات ممتازه والله، دي حاجه بتسعدني جدا يعني الله. ربنا يخليكي وان شاء الله دايما عند حسن ظنكم يا رب. تسلمي، شكرا. طيب دلوقتي هناخد اللون الازرق بقى ده اللي احنا عملناه وهنحطه في الكيس بتاع الحلواني، وهنجيب كب كيك. هوريكم برضو الكب كيك ازاي هنعمله. بنعمل كب كيك عادي خالص، وحتى الورق اللي هنحطه فيه عادي، بس بعد ما نحط الورق العادي هنحط ورق غير عادي. فهوريكم دلوقتي هنعمل ايه. شايفين ده كب كيك اهو، وحتى المقاس صغير ما هوش حاجه كبيره. وهنا عندنا الورق اللي هو ده برضو من محلات مستلزمات الحلويات او من الصفحات اللي على الانترنت. هناخد الاول الكب كيك بتاعنا وهنحط فيه كريمه، هحط فيه كريمه زرقاء عاديه خالص. هنحط كريم بالشكل ده، وبعدين هنجيب اي شكل بقى انتوا عايزين تحطوه يكون ليه علاقه بالثيم بتاعنا، واحنا النهارده الثيم بتاعنا فروزن، فاحنا دول برضو موجودين زي ما قلنا عند محلات مستلزمات الحلويات. لو نزلتوا عند محلات مستلزمات الحلويات هتلاقوا كل حاجة انتوا عايزينها، مش هتضطروا تجيبوا اي حاجة من بره. شايفين اهي بس علامة التلج. خلاص هاخد دلوقتي الورقة اللي هي دي، كتير بتفرق في الشكل زي ما انتوا شايفين، يعني هو كده شكله عادي خالص، بس شوفوا دلوقتي لما نحط الورقة بتاعتنا عليه كده بالشكل ده كده. وهندخلها هنا بالشكل ده. مقفولة، معلش نفتحها شوية اهي كده وكده. اوكي اهي كده اهو. شايفين ازاي اختلف الشكل تماما اهي. شايفين كويس يا شريف. هناخد بقى دلوقتي العلامة بتاعت التلج اللي هي العلامة الأساسية بتاعت الفيلم، وهنحطها في النص كده، وهناخد الكب كيك ونحطه مع الحاجات بتاعتنا الجميلة اللي هنا. ودلوقتي احنا زمان المارشميلو بتاعنا
هي نشفت خلاص ممتازة اهي. بس هنطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل عشان نكمل معاكم بقية البوفيه بتاع اعياد الميلاد بتاع حلقتنا النهاردة. نشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل في حلقتنا المميزه النهارده عن بوفيه اعياد الميلاد. وبفكركم تاني ان شاء الله بكره في بوفيه تاني لعيد ميلاد الولد، لان مش هنعمل لبنته ومش هنعمل لولد، فبكره هنعمل المينيون. فزي ما قلنا بافكار تانيه وحاجات جديده مش نفس الفكره دي خالص. طيب دلوقتي احنا عايزين نعمل كوكيز، فعلشان نعمل الكوكيز اللي هو زي اللي انتوا شايفينه هنا ده، خليني اوريكم ازاي هنعمله. عايزين كوبايتين دقيق، وعايزين كوبايه سكر، و200 جرام زبده، وبيضه، وعايزين فانيلا. هناخد الزبده، والزبده طبعا لازم تكون بحراره الغرفه، 2 كوب دقيق، 200 جرام زبده، 3 ارباع كوب سكر مش كوب، وبيضه وفانيليا. وعايزين ورق سكر مطبوع عليه، وده هقول لكم دلوقتي الحل ايه في الموضوع ده. ده حل سحري لاي حد، حتى اللي ما بيحبش التزيين، ان هو يعمل كيكه، يعمل كوكيز، يعمل كب كيك، وهو ما بيحبش التزيين ومالوش في التزيين، بس هيطلع حاجه حلوه جدا جدا. ازاي بقى؟ برضو هقول لكم. بتروحوا برضو على النت، وبعد ما بتروحوا على النت بتختاروا صورة، ويفضل برضو تكون الريزولوشن بتاعتها عالية، يعني يكون جودة الصورة عالية. وبعدين بختارها وبحطها على USB أو أي حاجة، وبروح عند الناس اللي هم مين بقى، يا إما المحلات، في محلات حلوانية بيطبعوا عندهم المكنه بتاعه الطباعه. هي المكنه بتاعه الطباعه دي بتبقى ايه، بتبقى مكنه عاديه خالص، بس بيتحط لها حبر، خلاص بيتحط لها حبر ادبل، وبتفضل المكنه دي على طول شغاله بس للحبر الادبل، يعني ما ينفعش مره نحط لها حبر عادي ومره نحط لها حبر اكل، لا خلاص. ففي كذا نوع من الماركات معينه بيشتغل عليهم الحبر الادبل، بيبقوا انابيب كده بيتحطوا جوه المكان بتاع الطباعه. فالمهم بنروح عند الناس دول بعد ما بنطبع الصوره اللي احنا عايزينها، بنروح عند محلات الحلواني دول المتخصصين، او في بعض المراكز برضو بتاعه التزيين عندهم المكنه دي موجوده بكثره، وبديهم الصوره وبقول لهم يطبعوها لي على ورق سكر. ورق السكر ده يعني ايه؟ شوفوا، طيب ادي ورق السكر اللي عندنا ده. طبعا دي كانت ورقه كبيره ومطبوع عليها تقريبا 9، يا 9 يا 12. باخدها وهعمل ايه؟ بعد ما بخبز الكوكيز بتاعي بسيبه يبرد، وبنفس القطاعه اللي انا قطعت بيها الكوكيز بقطع بيها عجينه سكر بنفس المقاس، وبعدين باخدها وبلزقها على قطعه الكوكيز بتاعتي. بقطعها مدور كده لان انا الشكل عندي مدور. خلاص شوفوا دي ازاي، هو دي ورقه، ودي اللي هي بفصلها، يعني بتتفصل، هي بتبقى تحت ورقه عاديه وفوق الورق اللي هو الشوجر شيت، واللي هو ممكن يتاكل. اوكي، والحبر ده بيتاكل، فكده احنا عندنا كل حاجة قابلة للأكل.
هناخد دلوقتي الدقيق اللي عندنا والبيضة والفانيليا. احنا هنا خفقنا الزبدة والسكر، هنحط الدقيق بالتدريج. احنا بس هنعمل معاكم خلطة الكوكيز. ممكن تحطوا صفار بيضة، ممكن تحطوا بيضة، ممكن ما تحطوش خالص ويبقى بس كده زي ما تحبوا. يعني هو لو عملناه كده بس برضو بيبقى حلو. هناخد الكوكيز بتاعنا وهنفرده. هو الصراحة كان المفروض احط البيضة مع الزبدة والسكر، عشان كده يعني زبدة وسكر وبعدين بيضة وبعدين دقيق، بس انا لاني بفكر في المارشميلو. تمام، فهو زبدة وسكر وبعدين هنحط البيضة والفانيليا وبعدين هنحط الدقيق. هنفردها على سطح فيه دقيق وبعدين هنقطعها دواير، وهخلي نفس القطاعة معايا لغاية ما أخبزه في الفرن ويطلع من الفرن. هقطع عجينة سكر بنفس الحجم بالظبط اللي هو الحجم ده، وهلزق عجينة السكر على الكوكيز اللي عندي. تمام، دلوقتي هنجيب شوية مية. وناخد معانا ملك. اهلا يا ملك، الو، ايه اخبارك؟ كويسه؟ طيب معلش. دلوقتي احنا علشان نعمل نلزق ال، خلينا ناخد واحده كبيره. هناخد الكوكيز بتاعنا بس شوية مية صغيرين، نقطة 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 مش أكتر، هنحطها على عجينة السكر اللي عندنا. وهناخد الصورة بتاعتنا، هفصلها من الورقة. شوفوا ازاي هفصلها من الورقة. طبعا الجزء اللي عليه الصورة هو اللي بيهمني، التاني خلاص أنا مش عايزاه. وهاخدها وهلزقها على الفوندان اللي عندي بالشكل ده. شوفوا بقى عندي كوكيز من غير ما اكون، حتى لو ماليش في تزيين خالص بقدر اعمل كوكيز زي ده. تخيلوا فرحة البنات في عيد الميلاد لما يشوفوا كوكيز زي ده، وان هما كمان بيقدروا ياكلوا الصورة. طيب هناخد دلوقتي الكيس اللي عندنا. الاكياس دي على فكره هي الاكياس اللي بتتباع في السوق بتاعت السيديهات دي، ممكن تجيبوها من اي مكتبه، وهي دي اللي بتقدروا تستعملوها. لو ما في، هو في اكياس بتبقى مخصوصه بتاعت الكوكيز لو اللي هي زي دي. لو ما لقيتوهاش، انا كتير بستعمل كيس السيديهات، بحط فيه الكوكيز بتنيه من ورا تانيه عشان يبقى نفس المقاس، وبقص الحته اللي بتلزق فوق. أو بتقدروا تستعملوا الأكياس المخصوصة بتاعت الكوكيز. هناخد الكوكياية بتاعتنا هنحطها جوه كده، وهناخد الحاجات اللي هي دول برضو اللي متوفرين في كل ما. يا جماعة احنا النهاردة كل الحاجات بتاعتنا دي بتتباع في مصر في محلات مستلزمات حلويات رخيصة، مش محلات غالية خالص وطبيعية. أهلا يا مي. عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك يا مدام غيدة، عامله ايه؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انا مي محمد. يا مي يا جميله، ازيك؟ الحمد لله. مي يا جماعه هي اللي عامله جروب جميل جدا على الانترنت اسمه ايه يا مي؟ محبي غدا التلي. محبي غدا التلي، وبصراحه هي قايمه بالجروب بطريقه حلوه جدا جدا، وانا مبسوطه انك كلمتيني عشان اشكرك قدام الناس كلها على المجهود اللي انت عاملاه. تسلمي يا حبيبتي، شكرا. قطع الخط ليه كده بقى؟ لسه موجوده؟ يا مي. يا حبيبتي. الو. ايوه يا حبيبتي. كلهم بيحبوكي جدا وكل الاعضاء بيموتوا فيكي. ربنا يخليكي يا مي، انا مبسوطه جدا بتليفونك ومبسوطه اصلا ان انا عرفتك. والله انا مبسوطه بحضرتك جدا 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 وبحبك جدا جدا. ربنا يخليكي. جميله بجد. تسلمي لي يا مي، بجد نورتيني، شكرا كتير على التليفون الحلو.
تسلمي يا مي، بصراحة عاملين مجهود فظيع هما، وكتير بينزلوا حاجات حلوة في الصفحة بتاعتنا. طيب دي ده بيبقى الشكل بعد ما بحطها في الكيس، بناخدها بقى ونحطها مع اخواتها هنا. طب هنا بقى في اشكال تانية، يعني بصوا مثلا هنا في صورة الامير، هنا في صورة إلسا شخصيا، فالأشكال كتير. انتوا مين دي؟ مين أونا؟ اسمها كده؟ انت عندك بنات يا شريف؟ اه عندك بنات طبعا. فريدة بنت شريف المخرج، بتحب إلسا جدا، وهي بنوتة جميلة خالص، ربنا يخليها لك يا شريف ويفرحك بيها إن شاء الله. طيب دلوقتي إحنا هنروح بقى للمارشميلو بتاعنا اللي إحنا عملناه وسبناه علشان خاطر ينشف. هنعمل إيه بقى؟ هناخد زي ما اتفقت معاكم، يا إما هنلون الشوكولاتة بألوان الشوكولاتة، يا إما هناخد لون زي ألوان الدست دول وهنحط شوية منهم هنا. ممكن ناخد اللون التاني ده أحسن، وناخد معانا أم عائشة. أهلا يا أم عائشة. أهلا بحضرتك، إزاي حضرتك؟ عاملة إيه؟ أنت عاملة إيه؟ أنت منورة على طول والله. ربنا يخليك، ده من ذوقك والله. أستاذة إحنا مسمينك أكاديمية أستاذة غادة التلي. يا حبيبة قلبي ربنا يخليك والله يا أستاذة. إحنا مش من يعني إحنا مجموعة كبيرة بس بنحب حضرتك جدا. أنا دي حاجة تسعدني وتشرفني، ربنا يخليكي وإن شاء الله دايما عند حسن ظنكم يا رب. اتعلمت شكرا كتير، شكرا بجد، تليفوناتكم كتير بتبسطني بجد. هناخد اللون الدست اللي عندنا ده وهنبتدي نلون الشوكولاتة البيضة. شايفين ازاي على طول بتتلون؟ هنبتدي نلونها بألوان الدست اللي عندنا دي، طبعا كلها ألوان قبل للأكل. هنلونها كلها كده كويس ومن فوق، وبعدين حلوة فيها لمعة حلوة وكده، نبقى احنا عملنا المارشميلو بتاعنا. تقدروا تعملوها باي لون بقى انتوا عايزينه، لان الوان الدست دي كتير ودرجات، ومنها اللي بيلمع ومنها اللي ما بيلمعش. وناخد معانا رفايده. اهلا يا رفايده. طيب اهلا يا رفايده. ايوه يا بتكلم. ايوه يا رفايده هانم، ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا حبيبتي؟ كويس. كله تمام؟ كله تمام. عندك ايه رايك في حلقه النهارده الاول؟ قولي لي. حلوه قوي. انت بتحبي إلسا؟ بحبها جدا. ومبسوطه من الحلقه؟ عجبتك؟ اه عجبتني قوي. طيب عشان تخلي ماما بقى تعمل لك عيد ميلاد كده. جميلة قوي رفايدة. أيوة يا غدا التلي، جميلة قوي، فظيعة. طيب شايفين إحنا المارشميلو بعد ما كان لونه أبيض بقى لونه أزرق بفعل الدست، بسبب الدست اللي إحنا حطيناه. شايفين إزاي؟ فزي ما قلنا أنتوا حرين، يا إما بتلونوا الشوكولاتة يا إما بتلونوا الدست. حاضر يا شريف، هنطلع فاصل زي ما أنت عايز. حاضر. طيب هنطلع فاصل دلوقتي وهنرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل مع بعض بسرعه الكيك بوبس. الكيك بوبس بتاعنا عشان نعمله كتير شبه ما عملنا المارشميلو، بس هنعمله بطريقه تركيب واحد. بس هنعمله ازاي؟ عايزين ناخد عايزين كيكه
نعملها في البيت او ممكن نجيبها جاهزه من الكيك اللي بيبقى جاهز في السوق. وعايزين علبه قشطه بس، مش عايزين غير كده. دي اسهل حاجه نعمل بيها الكيك بوبس بتاعنا. هناخد علشان نعمل الكيك بوبس عايزين كيكه، وعايزين قشطه، علبه قشطه، وعايزين شوكولاته بيضة، وعايزين سكر الوان. والسكر الالوان انا عملته قبل كده في حلقه بتقدروا تشوفوه. بنجيب السكر اللي هو بيبقى بنحاول نجيبه قد ما نقدر اخشن نوع في السوق، وبنفركه بالالوان الجل. بنفضل نفرك فيه في الالوان الجل لغايه ما لونه بيبقى كده زي ما انتم شايفين، ازرق مثلا لو هنعمله ازرق حسب اللون اللي انتم عايزينه. طبعا في الوان جاهزه في السوق سكر بس بتبقى غاليه، فانا لو عملته في البيت بيبقى كتير بيقف عليا ارخص. طيب معانا ام رقيه، ناخد ام رقيه. ام رفايده. ام رفايده. ايوه ازاي حضرتك؟ انت مامه رفايده اللي اتكلمت من شويه؟ ايوه بالظبط كده. ازاي حضرتك؟ ازيكم كلكم بقى، ازاي العيله؟ الحمد لله. تسلم ايديكي على كل اللي بتعمليه. حبيبه قلبي الله يسعدك يا ربي. الله يخليكي. انا متصله بس عشان احييكي على كل اللي بتعمليه، ومعلش روفي بقى اول مره تتصل بالتلفزيون، فقالت حضرتك غدا التالي على طول من غير دي جميله قوي. دي جميله خالص. لا هي علشان يعني جميله خالص، ربنا يخليها لك يا رب، ربنا يخليها لك ويخللنا ولادنا ويفرحنا بيهم يا رب. طيب هناخد دلوقتي حته من الكيك عشان اوريكم بس ازاي هنعملها. بفتفت الكيك كده زي ما انتم شايفين، شايفين ازاي احلى حاجه ان البوتاجاز عمال يزمر وانا ولا عامله نفسي مش سامعاه. من ساعه ما ابتدينا الحلقه هو بيزمر ولا الهوا. ومعانا جمانة، معانا جمانة. الو ازيك يا جمانة؟ الحمد لله. جمانة انت طارق يبقى باباكي؟ اه. جمانة باباكي مجننا، التورتة جميلة قوي. يا روحي ربنا يخليكي يا رب. اني واحدة عجبكي اكتر حاجة؟ اكتر حاجة هي إلسا. إلسا اكتر حاجة بتحبيها انت إلسا؟ طيب كويس. خلاص النهارده وبابا هو مروح ابعت لك ايه معاه قولي لي. اوكي. ابعت لك ايه؟ ابعت لك ايه مع بابا؟ ابعتي لي ألسا. اني اي واحده؟ اني واحده اللي هي ايه؟ اي واحده من دول ابعت لك قولي لي. ماشي. خلاص انت قولي لبابا اي واحده انت عايزه وانا هبعتها لك مع بابا. اوكي؟ اوكي اتفقنا. وشكرا يا حبيبتي كتير على تليفونك. طيب هناخد معانا معلقه وهنبتدي نحط شويه قشطه ونقلب لغايه ما يبقى عندنا خليط قابل ان هو اشكله بايدي وفي نفس الوقت ماسك نفسه. اوكي هنعمل بقى كده. نعم يا استاذ شريف، عايز تطلع فاصل؟ مع اننا ملحقناش. طيب شريف بس دقيقه بس. هنعمل ايه يا جماعه دلوقتي؟ هاخد، شايفين دلوقتي هو بقى كده اهو قابل للتشكيل. هاخده هعمله كوره، هكوره بالشكل ده، وهحط فيه، هحط الستيك بتاعتي في الشوكولاته البيضة اهي، في الشوكولاتة البيضة، ومن الشوكولاتة البيضة زي ما عملنا في الستيك في المارشميلو هحط هنا كده، وحسبها لغاية ما تجمد ونطلع فاصل. ونرجع بعد الفاصل تكون الشوكولاتة بتاعتنا جمدت ونكمل معاكم بقية وصفتنا. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل في حلقتنا المميزه النهارده عن بوفيه اعياد الميلاد.
وتاني بفكركم ان شاء الله بكره هيكون معانا بوفيه تاني للولاد علشان خاطر نعمل لهم المنيون. النهارده عملنا للبنات وبكره ان شاء الله للولاد. طيب دلوقتي احنا ده تقريبا جمد، خليني اشيل دي ورا. وده كمان خلاص. هناخد الكيك بابس ده يفضل طبعا يتحط في الثلاجه، وانا اتلخبطت وحطيت الستيك الازرق، هو كان المفروض الابيض، معلش. هناخده دلوقتي ونحطه في الشوكولاته اللي عندنا، برضو هنغطيه كله بالشوكولاته كده، وهنبتدي نشيل برضو الزايد. وبعدين هنحطه هنا، وهجيب السكر الملون اللي عندنا وهبتدي ارشه على الكيك بوبس اللي عندي. لازم تكون طبعا الشوكولاته طريه، يعني تكون لسه ما جمدتش عشان خاطر تستقبل السكر، يا اما مش هيمسك فيها السكر خالص. دلوقتي هناخد صوره من صور الفيم اللي احنا عاملينه، احنا النهارده لاننا عاملين إلسا، فهناخد اهلا يا فريده. انا كنت لالا. اهلا اهلا يا فريده، ازيك؟ انا بحب حضرتك قوي. انا بحبك جدا جدا جدا، بس دلوقتي قولي لي، انت بابا طبعا هو شريف صح؟ صح صح. طيب ابعت لك ايه معاه؟ قولي لي كل حاجه ممكن الا العروسه الكبيره اتحجزت. عايزه ابعت لك ايه معاه؟ قولي لي عشان ابعت لك. ابعت لك كوكيز وكب كيك. انا كنت عايزه اونا. حاضر يا حبيبتي. على فكره على فكره انا بحب حضرتك قوي. ده انت جميله قوي، شكرا يا فريده. وانا كمان بحبك جدا، فاكره ما فطرنا مع بعض السنه اللي فاتت صح؟ صح. طيب خلاص انا هستناكي بقى ان شاء الله عشان ناكل مع بعض كمان المره دي، اوكي؟ شكرا يا فريده على تليفونك الحلو. طيب دلوقتي احنا عاملين ورقه برضو قطعناها بنفس الطريقه اللي قلت لكم عليها، اخذنا ورقه من على الانترنت وتكون جودتها عاليه، واخذناها عند محل طباعه وطبعت الثيم بتاع الحفله بتاعتي. حطيت ورا شويه شوكولاته بيضة وهحطها هنا، هلزقها على الستيك بتاعتي فوق الكيك بوبس، شايفين؟ فده بقى الشكل اللي عندنا، بس هي لسه ماسكه جامده شويه، معلش طلعها لكم هنا عشان تشوفوها احسن. اهي اهي. والكيكة عملناها برضو طبعا، احنا قبل كده الكيكة ما فيهاش حاجة خالص، احنا غطينا قبل كده كيك كتير جدا معاكم، وغطينا كيك بنفس الطريقة دي في كيكة الكريسماس لو تفتكروا، بتقدروا تروحوا على الفيديو بتاع كيكة الكريسماس وتشوفوها. فوق دي الصورة برضو من المطبوعة، برضو بتقدروا تطبعوها بكرتون مقوى عند الناس بتوع اللي بيطبعوا. ودول لعب انا جبتهم من محل لعب الاطفال، دول اللعب، دول جايباهم من محل لعب الاطفال، اللعبتين دول اللي محطوطين تحت. والتلج، القطاعات بتاعت التلج دي هم دول، شايفين؟ دول القطاعات بتوع التلج اللي متزين بيهم الكيكة، بيتباعوا بأسعار رخيصة جدا جدا، ثلاثة مع بعض بأحجام مختلفة عند محلات تزيين الكيك برضو. وإيه تاني؟ وخلاص، والباقي كله إحنا قلنا لكم، قلنا لكم الكب كيك والكوكيز والمارشميلو والكيك بوبس، مفيش حاجة تانية ما قلناهاش. دول من المكتبات، حطينا مفرش عادي خالص، ودي دول فين ايدي؟ مش عارف اروح فين. دول العلامات بتوع التلج، دول من المكتبات، بتقدروا تجيبوهم وبتنطوروهم كده على الأرضية. فكرة بسيطة جدا زي ما انتم شايفين، والشغل فيها مش كتير خالص.
كمان شوية هنكون معاكم لايف على صفحة زعفران وفانيلا على الفيسبوك. لو عندكم أي سؤال عن حلقة النهاردة أو أي استفسار عن أي حاجة هرد عليكم كمان دقايق على صفحة زعفران وفانيلا. شكرا جدا لمتابعتكم، ومبسوطة ان انا عملت معاكم النهاردة الحلقة اللطيفة دي، وان شاء الله بكرة هيكون معانا حلقة تانية هنعمل فيها عيد ميلاد مينيون، وهنعمل افكار تانية غير دي خالص علشان خاطر يبقى عندكم افكار لكذا حاجة تقدروا تدمجوا انتوا بقى وتاخدوا اللي يناسبكم علشان تعملوا العيد ميلاد اللي انتوا عايزينه. بتمنى تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم، وبشوفكم إن شاء الله بكرة برضو على الهواء الساعة 5. وما تنسوش تدخلوا على موقع سي بي سي سفرة، تاخدوا للموقع سي بي سي سفرة عمل لكم خدمة حلوة قوي قوي، لأن احنا طبعا بنحبكم وبنحب نفضل على تواصل معاكم على طول. ففي حاجة جديدة في الموقع قدمها لكل اللي بيتابعونا، وهي انكم بتقدروا تعملوا لنفسكم حساب جوه موقع سي بي سي سفره، بتحطوا فيه وصفاتكم وصوركم واي حد بيقدر يشوفها. واعملوا لايك لصفحه زعفران وفانيلا عشان توصلكم الوصفات اول باول. هشوفكم كمان شويه لايف على صفحه زعفران وفانيلا على الفيسبوك، وبشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده ومميزه وافكار جديده ان شاء الله. باي باي.